الحمد لله على السلامة. وصلنا المطار، وين وصلنا عاد بخبرك إن شاء الله. الحين صار خلص موضوع السيارة. ما أخذ سيارة تسع ركاب، ما حصلنا سيارة، قال بس شيء ثمان ركاب. السيارة اللكجري ما يدخلن، طبعا ما خبرتكم أي بلدان، الحين بخبرك. رايحين طال عمركم الشركة، رايحين صوب سيارتنا الحين. هاي سيارتنا مرسيدس طال عمركم شركة. أسعد الله مساكم. طبعا احنا وعدناكم بزيارة ست دول طال عمركم، شكلها دولة واحدة تنقص، بس في خمس دول، لأن السيارة اللي أخذناها لكجري ما تدش إيطاليا. على العموم يعني يوم قلت لكم ست دول، طبعا مستحيل أروح أفريقيا. طبعا يوم قلت لكم بروح ست دول، مستحيل أروح أفريقيا، يعني بروح مثلا السودان ومصر وليبيا، ولا أقول لكم مثلا القارة الأمريكية زي ما يقول لك البرازيل الأرجنتين، ما يصير. طبعا رايح أوروبا بزور ست دول، دولة واحدة كنسلناها. لماذا؟ نحن طال عمركم في ألمانيا، وتابعونا الحين نزلنا في مطار شو اسمه فرانكفورت. ليش اخترت مطار فرانكفورت؟ لان تذاكره ارخص، ولان السيارة وايد عندهم متوفره في فرانكفورت. احنا طال عمركم الحين طالعين من فرانكفورت رايحين دزلدوف، بنبات ليله في دزلدوف. بنرويكم اهم الاماكن ان شاء الله اذا قدرنا نزور اهم الاماكن في دزلدوف. والمحطه الثانيه عاده تابعونا مخبركم المحطه الثانيه لاحقا زي ما يقولون. لين الحين ترانا ياس اتكلم بس ما نزلت الفيديوهات، بينزلين عندكم مره واحده لاني ما اخذت بطاقه. قالوا لي شو افضل بطاقه، خلني اشيك عليها واخبركم شو افضل بطاقه اقدر اغطي فيها الاماكن اللي بسير لها. مساء الجميع، مساء الخير. باقي 40 كيلو عند زلدوف. بعض الشركات ما تعطي سيارة إذا ما عندك ليسن دولي، أتوقع اليورو ما يشو اسمها، ما تعطي. الشركة اللي عندي هرتز أعطتني سيارة عادي، ما قالوا لي يبون ليسن دولي. والإخوان السعوديين ليسنكم بالعربي على ما أظن ما يعطونكم، لازم ليسن باللغة الإنجليزية يعطونك سيارة عادي. فانتبهوا على أساس الموضوع، يعني انتبهوا عليه. يا سلام مع الجو. ما باقي شيء عن دزلدوف، 20 كيلو باقي ان شاء الله، وسوف انا نمدكم بجميع. نمدكم شو خربه يستخربط ما علي، سمحوا لي تعبان ابراقد خربط شوي. بس احلى شيء في المانيا طال عماركم يوم ينفتح الشارع يقول لك اخوي سوق كم تبع، يقول لك كم تبع هوس، اصلا ما تدعس بدعمونك اصلا. احلى شيء في المانيا الموضوع هذا صراحه، فنانين يا جماعه. وصلنا فندق الأنتر في دزلدوف، فندق جميل، فندق فنان. يمعة عرفت الريال ولا ما عرفته؟ أظني عرفك. لا ما يعرفش دراه. ما يعرفك؟ هذا محامي، أنا ريال ضد أصلا. ضد المحامي. ضد المحامي. أوكي. هذا فندق الأنتر في دزلدوف، فندق تمام عند شارع الملوك، والله ييسر الأمور إن شاء الله. ها روحوا من هناك. إيه لا حنبيون، لا مني ناس. يلا سيروا سيدة روح حنبيون. إيه سيدة حنبيون، يلا سيروا. إيه سيد قرواش، شوف متابعينك، هذا فندق في دزلدوف، واعتقد هذه سيارتك حركت ما دون ودوها. سوين حشرة. ها أصابك لطف روبة. لا تعبد مني تعال. ها أبوي مال كورة، أنت شو عرفكم بالكورة؟ شو عرفت الكورة أنت؟ أنت ما تعرف تلعب كورة أصلا. والله ياهم قال بيعطيهم كورة، حلويات كورة.
صراحة معاملة الفندق الأنتر جدا محترمة صراحة وجدا محترمة. مزنا قولي له thank you. You're welcome. And German thank you what? Danke. Danke. قول له danke. مش دوكي danke danke. دكي دكي. هذا صاحبنا من الجزائر قال ليش توقف السيارة في البارك؟ نوقف اليوم لحد فري صح؟ يوم لحد فري. وين السيارة هذه؟ وين السيارة ديالي؟ هناك هناك السيارة موقفة. تقولون ديالي في بالجزائر؟ ديالي يعني تبعي. اللي جاي دزلدوف فندق محترم صراحة فنان. أي فندق فنان بخبرك عنه. دزلدوف أنا أشوف هذا فندق جدا محترم وفنان صراحة. معاملتهم حتى طيبة. هذا طال عماركم شارع شارع الملوك. شو قصته؟ هذا يقول لكم كان في أمير يوم يطوف على الشارع هذا يفرونه بطماط. يوم صار ملك فأكرموه الجماعة فسوى للشارع هذا فسموه شارع الملوك. شيكسبير متغدي في هذا الشارع. شارع قديم طبعا شارع لومارازم وشارع الملك قصدي. اليوم الدنيا ندورنا مطعم كل شيء مسكر يوم الأحد كل شيء مسكر. كان جميل حق يوم يومين تمام. ندورنا مطعم بناكل الحمد لله هنا الفندق ريحنا شوية ولكن بعد التعفينة تعبانين صراحة. أسعد الله صباحكم. صباح الخير جميعا. رايح الجيم اتمرن قالوا لي الدور السابع. طبعا يوم الصبح خل ابو عيالك تلبسون على راحتهم وانت سير ابوي سوي رياضة ساعة ليل خلهم يدورونك انت لا تدورهم. جيم راقي ما شاء الله. جيم وايد عود راقي ما شاء الله. ايوه شوف على الوقت احنا طلع لكم الحين نحط الباركه نحق السياره 10 لا طلعنا الساعه 12 بعد كمان 11:20 ايوه 11:30 كمان واحده. هذه السياره طال عمركم اللي استاجرها شوف اللي صنع السياره. هاي السياره باخذكم لفه عليها. الناس اللي هاي السياره اللي استاجرت الناس اللي سالوا عنها هاي السياره اللي اخذته. طال عماركم السيارة هاي 8 ركاب وعندك ما شاء الله تشل عادي 6 شنط 7 شنط تشل ما عندك مشكلة. خلصنا من الجيم طال عماركم. بنقول لكم شغلات على الجيم ناس ما تعرفها. في شيء اسمه بروتوكول الجيم. واحد تلبس الملابس الرياضية ما تلبس ابوي انت اي شيء وتروح الجيم لابس اللي مال كورة. واحد اثنين الفوطة اللي تحطها على ظهرك ما تنظف فيها الأجهزة. صدق الفوطة اللي تمسح فيها ويك ما تمت فيها الأجهزة ويتيب لك مناديل وتنشف فيه الأجهزة. إذا شفت واحد يتمرن ما تتصلح للتمرين بعدين ما تحط فوطتك على الجهاز وتروح تخلي الناس ترياك. لا لعب دورك وخلي الناس تلعب وصباحكم قشطة زي ما يقولون. بصورت يلا سيري يلا طالعوني. وين بطه؟ صباح الخير عندكم مساء الخير من دزلدوف. نحن هني في شارع الملوك وخبرتكم امس قصه شارع الملوك. الحين مشكله بالعود قال لي لازم تراوي ربعي الاوتليت. ان شاء الله بعد ساعتين بنسوي تشيك اوت بنراويكم احسن اوتليت في المنطقه ان شاء الله. على فكره دزلدوف مش محطوطه في الخطه بس انا حبيت اني اخليها مكان للراحه يعني لاني جاي من السفر واقرب شوي على نفسي على الاماكن اللي ابغى اروح لها فقلت بخليها بس محطه استراحه.
فحتى مش يعني نعتبرها من المدن اللي انا بزورها يعني. واللي سألوا عن مطار فرانكفورت، مطار فرانكفورت يا جماعة الزين فيه، ما تحصل حجز على أوروبا خذ مطار فرانكفورت، مطار جميل وحلو وكبير، تحصل عادة الطيارة تكون فاضية، كانت 60% أو 70% من الطيارة، السيير متوفرة. وأصحاب ميونخ لا تزعلوا مني، نحن اللي يروح ميونخ نقول هذا مبتدئ، نعتبره مبتدئ، مش أنا أعتبره، الناس اللي تي أوروبا صار لها 10 سنوات 15 سنة هذا المبتدئ يروح ميونخ أو يروح علاج، أما الناس اللي يعني أدفانس زي ما يقولون يلفون أدفانس يعني متقدم ينزل في ديزلدوف في زيورخ في فرانكفورت. طبعا الناس كلها تنزل في ألمانيا عشان السيارات، يعني عشان السيارات أرخص في ألمانيا وفي سيارة متوفرة يعني. يلا قولي شو تقولين؟ قولي شو بتقولي؟ شيزا يلا تعالي شيز تعالي. رايحين مو مش ماخذين ريوك في الفندق، رايحين منتريق في مطعم ألماني منتريق. طال عماركم منتريق في هذا الكوفي، طال عماركم كوفي ألماني منتريق فيه، شغلاته وايد حلوة، كوفياته الكوفي مصحوني فيه كم من واحد، انا صراحه ما جربته، بخبركم شو وضعه. يا سلام على شارع الملوك كينج ستريت، طال عماركم راح اشتري بطاقة مال تليفون، ما الصبح انزل فيديوهات ما ينزل، شو اسوي؟ اتم انزلهم مرة واحدة احس بهم مخربطات فيديوهات، حتى في الفندق، الفندق فيه نت بس احسبه وايد بطيء، احسبه وايد بطيء، اتم انزل 6-7 فيديوهات يحصلهم ما ينزلون، ارد اتم انزل واحد لين ينزلون كلهم مرة ثانية. هذا الفندق، وين فندقنا؟ هذا فندقنا. الفندق ما فيه باركن، تروح توقف الباركن اللي عدال الفندق 30 يورو في اليوم. فندق عداله طبعا محلات عداله شغلات وايد. والله مدينة حلوة بس ما يمدحوا ليها، أنا صراحة أول مرة يدي بلتو، شوفها زينة. هنا محل فودافون، العرض من فودافون 50 يورو يعطونك 5 جيجا تشتغل في أوروبا كاملة، قال لي تشتغل في أوروبا كاملة. حياكم الله. وأخيرا طلعنا البطاقة الداتا زي ما يقولون، أمس ترى إجازة عندهم كل محلات مبندة، شفت أفضل خيار الفودافون لأنه يشتغل في أوروبا كاملة الداتا 50 ويعطيك 5 جيجا، يقولك تقدر تعبيهن 5 جيجا عادي، إن شاء الله يسدنكم 5 جيجا. وخذنا الجهاز هذا ماخذنا من الإمارات، الجهاز هذا حطيت فيه بطاقة ثانية عشان العيال يشبكون كلهم، يشبكون الأيبادات يشبكون تليفوناتهم كلهم على الجهاز هذا، فأخذت كرتين بس مش كل واحد أخذ له كرت. الحين طال عماركم بروح الأوتليت، بسوي تشيك أوت من ديزلدوف وبروح الأوتليت. الأوتليت وين وشو اسمه وشو فيه؟ ان شاء الله تابعوني وبشوفون كل شيء عن الاوتليت ان شاء الله. تقييمي عن فندق الانتر في ديزلدوف اعطيه 9/10، عيبه بس النت بطيء، عندكم الله يعزكم الحمام شوي كله جامات، هذا عيب ثاني. موقع جدا ممتاز، تعاملهم جدا ممتاز وفندق جدا ممتاز. مش في كل المدن تروم تسكن فنادق زينه او فنادق، لان بعض المدن الصغيره اللي بزورها طبعا ما فيها فنادق، كلها 3 ستار ممكن 4 ستار،
المدن الصغيره، المدن الكبيره ممكن تحصل فنادق راقيه فيها. صبحك الله بالخير يا سعيد بن قرواش. اول شيء الحمد لله على السلامه ورحله موفقه، والله يعطيك العافيه على الرياضه الصباحيه، ترى الرياضه في اوروبا حلوه. ونسينا نحيي بالاضافات الجديده، ابوي نحييكم استنا بن متواضع، وان شاء الله بتستفيدون شغلات حلوه، وعسى الله يوفقكم ويسر امركم. دعاء المسافر مستجاب ان شاء الله، الله ييسر اموركم. هذا هو الفندق طبعا الانترا.